مدى تكفل الدولة بسكان مناطق الذل وما هي الأولويات؟ نوصي فقط مرة أخرى بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي سيد وزير الداخلية والولاد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضرب، بالأخص بالنسبة لوجبات السخونة والنقل المدرسي. ماذا عن الأغلفة المالية المرصودة لتحسين الإطار الحياتي للمواطنين عبر مناطق الظل المحصاة بسعيدة؟ كاين مشاريع اللي راهي انطلقنا فيها، وكاين مشاريع اللي رانا نوجدوا في الملفات نتاع الإدارية باش ننطلقوا فيها، وكاين مشاريع اللي رانا نحوسوا على الفينونسمون باش ننطلقوا فيها. الضرورية تحددها من الرئيس، قال باللي باش الإسباقية، الماء، الصالح للشرب، الصرف الصحي، قلنا باللي باش فتح المسارك، وقلنا باللي باش التكفل كذلك بالمدارس والنقل المدرسي. هل يعي المواطن أهمية تجسيد هذه المشاريع عبر مناطق الظل بولاية سعيدة؟ وما تأثير ذلك على حياته اليومية؟ ماذا عن التكافل والتضامن مع المعوزين والنساء والأطفال بالمناطق المعزولة؟ إذاعة سعيدة تضرب لكم موعدا هذا الأحد 20 ديسمبر من خلال يوم مفتوح، حوارات، ربورتاجات، تحقيقات، حصص مباشرة ومسجلة وفقرات حول مناطق الظل بولاية سعيدة، الواقع والأفاق، فكونوا في الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا ومستمعاتنا الكرام في كل مكان، أحييكم وألقاكم على المباشر ضمن هذا الفضاء الأثيري الخاص ضمن فعاليات اليوم المفتوح حول مناطق الظل. ضيف هذا الفضاء الأثيري السيد والي ولاية سعيدة السيد سعيد سعيود، نزلت أهلا وحللت سهلا باستوديوهات إذاعة سعيدة، أشكرك شكرا جزيلا على تلبية دعوة إذاعة سعيدة ومشاركة الإذاعة في تفعيل وأيضا إثراء هذا اليوم الإذاعي المفتوح الذي خصص لإطلاع الرأي العام بمختلف البرامج التنموية الموجهة لساكنة مناطق الظل. إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه الأخير كان قد أوصى وبإلحاح ولاة الجمهورية وأيضا الطاقم الحكومي بالتكفل الأمثل بساكنة مناطق الظل، خاصة خلال هذه الفترة الشتوية التي تشهد ربما برودة الطقس وأيضا حاجة المواطن في هذه المناطق للتكفل به، سواء في المشاريع التنموية أو حتى ربما من خلال الزيارات الدورية التي تقوم بها السلطات الولائية في كل الولايات لتفقد ساكنة مناطق الظل. سيد والي ولاية سعيدة، ربما نتحدث عن ولاية سعيدة، عدد المواقع المحصية والمصنفة ضمن مناطق الظل وأيضا المشاريع المبرمجة لهذه المناطق. تفضل سيد سعيد سعيد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ دي بدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على إذاعة سعيدة وكذلك الصحفيين على ما تقدمونه من مجهود كبير في إيصال المعلومة إلى مواطني ومواطنات هذه الولاية. كما أغتنم هذه الفرصة كذلك لأتوجه بالشكر الجزيل إلى مواطني ومواطنات الولاية على تقديمهم لنا يد المساعدة وتسهيلهم لنا لأداء مهامنا على أحسن الظروف ومنذ أن نزلنا ضيوفا بهذه الولاية. أما فيما يخص السؤال الذي تفضلتم به، فولاية سعيدة من الولايات الأوائل التي يعني منذ أن أول لقاء مع السيد رئيس الجمهورية والتي يدخل في إطار الحكومة مع الولاة، حيث
تفضل السيد رئيس الجمهورية في ذلك الحين وطلب من ولاة الجمهورية والحكومة كاملة بالعمل على إحصاء مناطق الظل والقضاء على كل الصعوبات التي يعاني منها سكان هذه المناطق. فبعد رجوعنا مباشرة من الجزائر العاصمة قمنا بعملية إحصاء مع المنتخبين والسادة رؤساء الدوائر وكذلك الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، ولقد أحصينا 461 منطقة ظل على مستوى كل تراب الولاية. هذه المناطق أو 461 منطقة ظل خصص لها 1039 مشروع، وبغلاف مالي قدر بحوالي 1224 مليار. هذا 1039 مشروع كاين 281 مشروع تم يعني وجود الأموال من أجل يعني البدء في الأشغال، وخصصت لها حوالي 400 مليار سنتيم. يعني هذا 400 مليار سنتيم يعني كنا عملنا على ما وجدناه من خلال المشاريع المختلفة أو ما يسمى ببقايا الإنجاز. دونك سي لوريكا سور لابي دي اوبيراسيون اشوفي، دونك لي زونسيان اوبيراسيون. جبنا شويه من لافسيسيال وشويه من البي سي دي، شويه كذلك يعني من ميزانيه الولايه، وكم تم التكفل ب 281 مشروع كما قلت بغلاف مالي فاق 400 مليار سنتيم. واليوم هذا ال 281 يعني مشروع فيه حوالي 158 مشروع اللي تم الانتهاء منه، وهذا 158 مشروع يعني كانت جد يعني جد إيجابية، وكان يعني لها صدى كبير يعني عند المواطنين والمواطنات، وحسنت يعني بصفة مباشرة في حياة المواطنين والمواطنات. وقد تكونوا لاحظتم مؤخرا يعني لما أعطينا إشارة الانطلاق سواء على مستوى دواوير الحساسنة، يعني لما أعطينا إشارة الانطلاق نتاع التزود بالغاز الطبيعي عن طريق صهاريج البروبان، يعني كنت شفتوا فرحة المواطنين والمواطنات يعني بهذا الصهاريج هذه. وهذه يعني المشاريع اللي كان يتحدث عليها السيد رئيس الجمهورية، وهذه هي المشاريع اللي قلنا يعني تكون فعالة وتحل الإشكالية للمواطنين والمواطنات. لأنه لو ننتظر يعني إيصال الغاز الطبيعي عن طريق الطرق الكلاسيكية سيستغرق هذا سنوات، مدة زمنية كبيرة إن لم تكن سنوات. كذلك يعني من ناحية الإيرادات المالية التي تتطلب يعني موارد مائية كبيرة وكبيرة جدا. فالدولة يعني رجعت إلى مثل هذه الحلول السهلة والسريعة والتي لا تتطلب أموال كثيرة والتي تكون لها نتائج جد إيجابية على المواطن في هذه المناطق. وقلت 158 يعني مشروع تم الانتهاء منها، منها 37 مشروع يعني اللي كنا تعهدنا في آخر لقاء نتاع الحكومة مع الولات بتسليمها قبل نهاية السنة، وعملنا مع القائمين على هذه المشاريع بالجدية اللازمة. انتهينا من 27 مشروع وبقات 10 مشاريع اللي هي في طور الإنجاز وهي في آخر الرتوشات، وسيتم استلامها يعني من نهاية الأسبوع هذا أو على أكثر تقدير بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. إذن باقي العمليات يعني من العمليات اللي تم تموينها 281 يعني واللي تقريبا هي كذلك حوالي 100 عملية راهي في طور الإنجاز، وسنعمل على الانتهاء منها على أكثر تقدير خلال السداسي الأول من سنة 2021. أما العمليات الأخرى التي لم تنطلق يعني بمشكلة التموين، فنحن طلبنا الأموال يعني من وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال تطبيقية اللي راهي مفتوحة على وزارة في المنصة على مستوى الوزارة، وتقريبا يعني كل أسبوع نقوم بتحيين هذه المنصة أو المعطيات من خلال هذه المنصة، سواء من ناحية الأموال التي نحتاجها إلى الانطلاق في المشاريع الجديدة أو كذلك المشاريع اللي تم الانطلاق منها، أو يعني في بعض الأحيان وإن نوجد أموال من أجل تمويل مشاريع جديدة. كذلك كل هذه المعطيات نعطيها للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية اللي هو تاني راه يتبع في هذا البرنامج صباح مساء من أجل يعني السهر على تجسيده في أرضية الواقع.
ظن باللي باش يعني البرنامج هذا فهو برنامج طموح وطموح جدا، ولأول مرة يعني الحكومة والولات والسيد رئيس الجمهورية شخصيا يتابع يعني المناطق الضل ويعطي الأولوية لها. وكنت شفت يعني مؤخرا يعني الخطاب نتاع السيد الرئيس الموجه الى المواطنين والمواطنات بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، وان كان يعني توجه بكلمه من اجل طمأنه المواطنين والمواطنات على صحته من ناحيه، وكذلك طمأن المواطنين والمواطنات على انه يتابع امور الدوله يعني ساعه بساعه. فلقد تطرق يعني استثنائيا وقال بالكلمة أني أطلب من السيد وزير الداخلية والسادة الولات العمل على تطبيق ما اتفقنا عليه فيما يخص مناطق الظل. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على خصوصية هذا المشروع يعني عند السيد الرئيس شخصيا. ونحن كولات جمهورية على مستوى أو كممثل للدولة الجزائرية على مستوى ولاية سعيدة، فوجب علينا أن نعمل أول نقبل شيء على أن نعمل على جلب الراحة والطمأنينة إلى المواطنين والمواطنات، ونعمل كذلك على تطبيق تعليمات رؤسائنا وتعليمات رئيس البلاد خاصة. نعم سيد والي ولاية سعيدة، تكلمت عن إيصال صهاريج غاز البروبان لبعض المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل، هذا شيء إيجابي خاصة في الفترة الشتوية، وكانوا ربما في رحلة بحث عن قارورة غاز بوطان. الحمد لله صهاريج رها في بجانب التجمع السكني لهذا الساكنة. طبيعة المشاريع الأخرى كنا نسمع أيضا الماء الشاروب، الكهرباء، الغاز المشكل تاعها نحل، الكهرباء، النقل المدرسي، عندهم أطفال متمدرسين، وإن كانوا أيضا يعانوا ربما الدولة موفرة وسائل النقل، لكن كان بعض المناطق وإن كان نقص لازم التدارك تاعها في إطار تجسيد هذا البرنامج الموجه لساكنة مناطق الظل. بالفعل يعني مناطق الظل بين المشاريع الأولوية، أولوية الأولويات، وهي أول نقبل كل شيء يعني توفير الغاز وتوفير الماء الصالح أو الماء الشرب. فكذلك بالنسبة بالإضافة إلى هذا توفير كذلك الكهرباء الذي أصبحت إحدى مقومات الحياة العصرية، متطلبات أو مقومات الحياة العصرية. نعم. كذلك إشكالية التمدرس. فولاية سعيدة نظن باللي باش يعني بالنسبة يعني الصهاريج نتاع غاز البروبان يعني 16 صهاريج يعني تم تنصيبها مؤخرا من طرف يعني، وهذا على عاتق برنامج الولاية 16 صهاريج. والمتطلبات يعني النقاط المحصية على مستوى الولاية حتى أطمئن كافة السكان أننا أحصينا 111 يعني نقطة اللي رايحين نوضعوا فيها الصهاريج، واللي رايحة تمس كل ساكنة هذه المناطق التي يعني هي بعيدة عن شبكة الغاز الطبيعي. وبالنسبة للباقي المناطق سيتم الانطلاق فيها إن شاء الله يعني بعد ما تقوم الدولة بتزويدنا بالأموال اللازمة. فالكل يعلم أن السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية كان تفضل يعني مؤخرا يعني في التلفزيون وقال باللي باش الدولة خصصت مبلغ 50 مليار دينار من أجل التكفل بمناطق الظل، وهذه 50 مليار هي في ميزانية 2021 وسيتم توزيعها على الولايات إن شاء الله بعد أن يتم المصادقة أو إمضاء قانون المالية من طرف السيد رئيس الجمهورية. قلت باللي باش يعني سننطلق مباشرة في تجسيد هذه يعني الصهاريج في المناطق المحصاة. أما بالنسبة للمصالح الصالح للشرب فالكل يعلم كذلك أننا نقوم حاليا يعني بتزويد مختلف يعني هذه المناطق بالماء الصالح للشرب، ونعطي مثال يعني كدوار القعدة اللي تم يعني مؤخرا تزويده بالماء الصالح للشرب ونظن باللي باش العملية تم الانتهاء منها مؤخرا، واليوم سكان القرية هم يعني ينعمون بهذه النعمة التي يعني هي نعمة الله سبحانه عز وجل قبل كل شيء، قبله وبعد كل شيء، ولكن يعني مجهود الدولة كذلك هنا موجود. في كذلك فتح يعني المسالك الريفية واللي راه يتكفل بها محافظة الغابات، كذلك يعني العديد من المسالك الريفية راه يتم الفتح تاعها في مختلف البرامج. في برنامج واحد والذي يسير من طرف وزارة الفلاحة في يعني حوالي 40 مليار سنتيم من أجل فتح هذه المسالك الريفية. بالفعل يعني مازال ما لاحظناش يعني
النتائج الإيجابية أو الفعالة لهذا البرنامج هذا، لكون أن الشركة التي كلفت بالإنجاز وهي شركة من ولاية تيارت، هذه الشركة هذه فهي تعاني من مشاكل، ولقد راسلنا السيد وزير الفلاحة مؤخرا وطلبنا منه باش يعني هذا يحول تسيير هذه العملية إلى الولاية أو إلى السيد محافظ الغابات على مستوى الولاية، من أجل يعني فسخ حتى العقد مع الشركة التي تماطلت في تجسيد هذا المشروع هذا، ويعني إدراج عدة مؤسسات أو عدة مقاولات من أجل الإسراع في هذه العملية والانتهاء منها. الكل يعرف أن المسالك الريفية الطول نتاعها حوالي 10 إلى 15 كيلومتر، ويعني لما تكون المقاولة يعني المكلفة بالإنجاز مقاولة اللي عندها إمكانيات، نظن باللي باش يعني فرصة مدة نتاع شهرين وثلاث شهور هي كافية من أجل يعني تجسيد هذه المشاريع هذه. ولهذا طلبنا من السيد الوزير باش يعني يعطينا يحول لنا التسيير إلى الولاية أو إلى المحافظ من أجل تسيير محلي للتحكم أكثر في هذا في مثل هذه المشاريع. كذلك بالنسبة لتزويد المواطنين والمواطنات بالكهرباء، فبالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسة صنع الغاز بربط يعني الضواوير والمداشر نتاعنا بمادة الكهرباء، فلقد بشرت الولاية على عاتقها وعلى مزيانة ميزانيتها كذلك بتزويد يعني المواطنين والمواطنات اللي يوجدوا سكناتهم توجد بعيدة كذلك عن الشبكة نتاع الكهرباء، واللي تطلب أموال كثيرة يعني من أجل إيصال الكهرباء، وتطلب كذلك يعني تطلب كذلك وقت كثير. فمثل هذه المشاريع يعني صعبة التجسيد، ما تقدرش يعني توصل الكهرباء أنت إلى عائلة أو عائلتين على مسافة نعم. أنت 20 و25 كيلومتر، تكون عائلات منعزلة في عائلات منعزلة في مناطق نعم. يعني نائية، ما تقدرش توصلهم يعني الكهرباء بالطريقة الكلاسيكية. فقد عملت الولاية على يعني تجسيد برنامج اللي استطعنا من خلاله كذلك أن ندخل الفرحة في نفوس المواطنين والمواطنات في هذه المناطق المنعزلة، وقمنا بعمليتين يعني كل عملية فيها 55 عائلة أي بمجموعة 110 عائلات اللي تم الاستفادة من الطاقة الشمسية، كذلك يعني التزود بالكهرباء عن طريق الطاقة نعم. الشمسية. الطاقة الشمسية سيد الوالي الآن رها متاحة، ربما تقدر المنزل العائلي تقدر وين يشغل الثلاجة وين يشغل حتى يستغلها في الفلاحة الطاقة الشمسية. احنا حطينا يعني 55 عائلة الأولى، وين شفنا يعني أنه يعني اللوحات الشمسية اللي تم وضعها يتم من خلالها تشغيل 16 مصباح بالإضافة إلى التلفزيون وبالإضافة إلى الثلاجة وبالإضافة إلى بعض كذلك يعني الآلات المنزلية نعم. اللي يحتاجها كذلك تحتاجها ربة المنزل في أداء في حياتها اليومية، وكذلك يعني يمشي حتى في الخارج يعني ربعا تالي بروجيكتور الإضاءة الخارجية. وقلنا باللي باش يعني هذا الطاقة الشمسية يعني الشيء اللي لازم يعرفه المواطن أنه يعني كلما نريد أن نزيد من الطاقة نضيف لوحة شمسية، كما نزيد لوحة شمسية كما نزيد في الطاقة نتاع الاستيعاب نتاعنا احنا، يعني حتى نصل إلى يعني حتى استغلال المضخة نتاع الماء أو شيء من هذا القبيل. إذن يعني هذا الاستعمال كذلك نتاع الطاقة الشمسية أدخل الفرحة ودخل البهجة في نفوس المواطنين والمواطنات. أنا شخصيا كنت وجهت وقمت يعني بزيارة إلى هذه العائلات اللي استفادت من يعني هذه اللوحات الشمسية، وشوفنا بلي باش يعني ساهمنا في رفع الغبن على هذه العائلات. أكيد ساهمنا في رفع الغبن على هذه العائلات. كذلك بالنسبة للنقل المدرسي، و يعني أقول أنه على مستوى ولاية سعيدة يعني شهادة لله، فيعني التعليم مديرية التعليم على مستوى الولاية يعني ما فيهاش مشاكل كبيرة، فنظن هي من الولايات الأوائل على المستوى الوطني يعني كما يقولوا لوروبا شو دونك يعني الوجبات الساخنة يعني متواجدة على مستوى تقريبا كل المدارس الابتدائية، ويعني نظن أكثر من 86% من المدارس الابتدائية تقدم الوجبات الساخنة. يعني الأمر الثاني كذلك بالنسبة للنقل المدرسي يعني ما فيش مشاكل كبيرة، إنما في هذه السنة بالفعل لاحظنا نوع من الصعوبات، وأطلب من الإخوة والأخوات المواطنين والمواطنات
أن يتفهموا الوضع يعني الصعب الذي تعيشه البلاد كاملة، وكذلك يعني بالنسبة لمديرية التربية، في الكل يعلم أنه في بروتوكول صحي الذي وجب علينا جميعا أن نتعامل معه وأن نطبقه بحذافيره حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا. فالعمل بالتفويج خلق نوع من المشاكل خاصة على مستوى النقل المدرسي. نعم، نظام التفويج ربما نظام التفويج يعني نظام التفويج هو اللي يجعل يعني التفويج في 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 المدرسة هو نفس التفويج اللي لازم يكون يعني حتى على مستوى الحافلات. أكيد. في الحافلة اللي كانت تنقل مثلا 20 تلميذ، اليوم وجدنا أنفسنا يعني أنها تقبل تنقل على أكثر تقدير 10 طلبة، نصف العدد، ولذلك وجب علينا توفير حافلتين بدل حافلة. ففي المناطق اللي ما فيهاش يعني عدد كبير نتاع الطلبة اللي يتم نقلهم الإشكال غير مطروح، ولكن كاين بعض المناطق اللي فيها يعني كما بعض المناطق الريفية على مستوى مولاي العربي، يعني عندنا أكثر من تقريبا 200 تلميذ اللي يتم نقلهم صباحا وارجعهم مساء. 200 يعني باش تنقلهم انت لازمك عدد كبير من الحافلات، يعني حاضره النقل لازم تتضاعف، لازم تتضاعف يعني بالفعل، يعني هذا هو كما يقولوا المفيد، لازم تتضاعف. ولهذا فنحن نعمل مع السيده مديره التربيه ونعمل مع الساده رؤساء البلديات والدوائر كذلك من اجل ايجاد حلول لتجنب هذا الاشكال هذا. وكنت طرحت الاشكال على مستوى مولاي العربي، وبالفعل تنقلت السيدة المديرة ودارت فيه اجتماع أو اجتماعين مع السادة يعني مدراء المؤسسات التربوية وكذا السادة رؤساء البلديات والسيد رئيس الدائرة، ولقاو الحلول. قال بلي باش يعني العمل بالتفويج، الناس اللي يقراو يوم بيوم، قال اليوم اللي يقرا الصباح يعاود يقرا العشية، حتى يتم نفس الأشخاص يعني يتم نقل نفس الأشخاص صباحا وإعادتهم مساء. نعم. لأنه الإشكال اللي كان يعني نصف الطلبة يقرأ الصباح ونصف الطلبة يقرأ العشية، ونحن مجبرون يعني باش يروحوا الصباح مع بعضهم ويرجعوا العشية مع بعضهم، لأنك ما تلقاش الإمكانات باش نقل كل واحد وحده، وفي بعض الأحيان ما يكفيش حتى الوقت باش تدي طرف وتعاود ترجع. إشكال توقيت. الإشكال توقيت، لقينا الحل. بقى الإشكال قائم في بعض المناطق كذلك، نحن ندرس يعني في الأمور حالة بحالة من أجل يعني إيجاد الحلول النهائية. أما إذا كان رب العالمين أكرمنا ورفع عنا الوباء يعني واستغنينا على هذا البروتوكول الصحي، فنظن بلي باش على مستوى الولاية ما فيش إشكال، يعني ترجع الأمور طبيعية. إلى ما كانت عليه. نعم. وترجع الأمور إلى طبيعتها العادية. عدد كبير يعني من الأقسام هذه السنة تم استلام حوالي يعني تقريبا 44 قسم تاع توسعة على مستوى المدارس الابتدائية وخاصة في هذه المناطق النائية. وسنعمل إن شاء الله خلال هذه السنة كذلك، نستناو غير في التمويل إن شاء الله يكون فيه الأموال، وسنعمل على إنجاز ملحقات على مستوى المناطق اللي فيها يعني ضغط وفيها النقل، كما مثلا على مستوى بلدية ولاد فاليط المداشر. نعم. المجاورة قرية ولاد فاليط ربما فيها بعض تجمعات وإن كاين متمدرسين عدد كبير، إشكال كبير. نعم. إشكال كبير، هذا وجب علينا يعني أن نقوم بإنجاز يعني ملحقات في القريب العاجل، وإن شاء الله قبل نهاية الثلاثي الأول سنباشر عملية الإنجاز إن شاء الله. يعني وكاين حتى متطوع اللي تقدم لعندنا يعني وقال بلي باش أنا مستعد ننجز 6 أقسام، وقلنا بلي باش هاد الأقسام هادو تنجز في هاد المنطقة هذه اللي تعرف يعني ضغط كبير، وهذا المحسن هذا جزا الله كل خير على ما يقوم به من أفعال خيرية، فإن شاء الله في ميزان الحسنات. إن شاء الله. السيد الولي، نبقوا في ميدان النقل، هذا فيما يخص شق نقل المتمدرسين، الآن حتى نقل المواطنين. مؤخرا الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج رفعت التجميد عن تمويل وسائل النقل وإن كان مجمد، هذا أيضا دعما لخطوط النقل من وإلى مناطق الظل إلى المدينة. بطبيعة الحال ظن بلي باش يعني على مستوى ولاية سعيدة يعني هذا الملف نتاع النقل لحد الساعة مازال ما فتحناش وما عطيناش الأول وما عطيناش يعني حقه في الدراسة وفي اتخاذ الإجراءات. لماذا؟ أول قبل كل شيء يعني إحنا لما تم تنصيبي على رأس ولاية سعيدة في نهاية جون في بداية فيفري الماضي، يعني لما بدينا نشتغل وبدينا يعني بالخرجات الميدانية إلى للتعرف على كل مناطق الولاية، وبعد ذلك بأيام جاء الكوفيد 19،
وبطبيعة الحال كانت فيه تعليمات بعدم نعم. يعني الحجر الصحي بعدم التنقل ثم نعم. الحجر الصحي ثم وبعد تم تجميد يعني حركة النقل بين الولايات وجمد حتى النقل يعني عن طريق يعني سيارات الأجرة وحتى النقل الحضري إلى غير ذلك. هاد الأسباب هذه اللي خلتنا يعني ما نفتحوش الملف وما ندرسوش وما نعطيوش يعني كما يقولوا الأسباقية. اليوم نظن حان الأوان لنفتح هذا الملف. هذا الدولة اليوم فتحت وقال باللي باش رفع التجميد على هذا القطاع هذا فيما يخص لونساش ولونجام إلى غير ذلك. فاحنا تاني إن شاء الله رايحين نعطيه يعني كما يقولوا الأهمية البالغة والقصوى لهذا الملف هذا، وراح يتم دراسته في القريب العاجل إن شاء الله، ورايح يعني سيتم تحديد الاحتياجات، لأنه على مستوى النقل الحضري كذلك فيه نقص كبير، يعني فيه بعض الأحياء الجديدة أو حتى الأحياء القديمة نعم. اللي يعني ما تواجد في سواء انعدام النقل يعني بتاتا، سواء يعني تواجد النقل ولكن عدد الحافلات غير كافي من أجل نقل المواطنين والمواطنات. كذلك النقل بين البلديات اللي يعرف كذلك إشكال وإشكال كبير، فالكل يعلم اللي باش يعني الخطوط اللي كانت يعني بين تيارت والولايات الأخرى كانت يعني تم تقوم كذلك بنقل المواطنين ولاية سعيدة في طريقها، لما يجيوا الناس عن طريق تخمارت ويدخلوا إلى البلديات أولاد إبراهيم وكذا، فيتم نقل المواطنين تاعنا اللي يحبوا يتنقلوا إلى سعيدة واللي يحبوا يتنقلوا إلى يوب و توقف النقل بين الولايات خلق إشكال، يعني خلق نقص يعني هذاك الفراغ اللي كان يعني متكفل به النقل بين الولايات بان للحقيقة. ولهذا وجب علينا أن يعني ندرس هذه الثغرات بالجدية اللازمة وإيجاد حلول محلية لكي لا نعول على الولايات المجاورة في حالات استثنائية، تكون عندنا تغطية محلية على الأقل أكثر من 90%، وتبقى حوالي 2 ولا 3% لما يتم تغطيتها عن طريق يعني إخواننا من الولايات المجاورة، فلا بأس بذلك، ولكن لازم تكون فيه كما يقولوا يعني استقلالية في تنقل المواطنين والمواطنات عبر تراب الولاية داخل إقليم الولاية. شكرا جزيلا سيد والي ولاية سعيدة سعيد سعيود. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود ونواصل دائما للحديث عن مختلف البرامج التنموية الموجهة لساكنة مناطق الظل ومدى التكفل بهذه الشريحة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. جوار جوار الجوار الجوار والتنمية الجوارية والتنمية الجوارية والتنمية الجوارية، وما ندركش المشاكل، احنا بشر، المعجزة عطاها ربي الأنبياء، ولكن عندنا الإمكانيات باش نحل المشاكل، عندنا الإمكانيات كما عندنا شي إمكانيات ما نشوفوش هذه المناطق، عندنا دراهم متوفرة، بعض البلديات الميزانية تحت مش يديرها في رصيف ولا زوج أرصيفة ولا ديرها في فوارة تعمى ولا ديرها في ومخلي الناس يعاني، وهذا هو الصح. أجرين، أجر الاجتهاد وأجر مساعدة الفقير والمعوز، هذا كان شو نقول دائما، احنا الشغل الشاغل تاعنا هي الطبقة المعوزة، الطبقة الكادحة، نحاول نخفف الوطأ تاع الدنيا عليها، نخفف بالعقل، نخفف يشعر بلاني معاه، راني متضامن معاه بأبسط شيء، قادر نضمن للمواطن حياته كالكريم. هو اختار باش يعيش في الريف، كان عين يمشي المدينة كان مشى، وعنده المزايا تاع العيشة في الريف، ولكن خفف عليه، ما ننساهش، ما تبقاش مناطق الضل، مواطن يدي كل شيء ومواطن ما يدي والو، نوزعوا الثروات تاع البلاد بالقسطاس، بالعدل والعدالة الاجتماعية، وشي بسيط قادر نتوصل له. وراكم شفتوا لاحظتوا ولا واحد فيهم عبر تعبير سياسي، كلها معاناة يوميات نتاعه هو وأبنائه. إذن مستمعي الأفاضل نواصل دائما في هذا الفضاء الأثيري الذي يحضر معنا، وشرفنا بالحضور السيد والي ولاية سعيدة السيد سعيد سعيود لإطلاع الرأي العام بمختلف البرامج، الرأي العام المحلي طبعا بمختلف البرامج التنموية الموجهة لساكنة مناطق الظل بتوصيات من السيد رئيس الجمهورية الذي ربما ألح في خطابه الأخير وتذكر ساكنة مناطق الظل خلال هذه الفترة الشتوية، وذكر
رئيس الحكومة وأيضا ولاة الجمهورية بمتابعة مدى تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المنطلقة في هذه المناطق لولاية سعيدة. نذكر تحصي 461 منطقة ظل مصنفة كمنطقة ظل عبر إقليم الولاية في مختلف البلديات. سيد والي الولاية، الآن نرجع ربما في تقريبا منذ شهرين أو ثلاثة، ولاية سعيدة كانت من الولايات التي نزل بها وكان في زيارة ميدانية، زيارة عمل وتفقد، سيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل. نتكلم على هذه الزيارة، التوصيات التي تمخضت ربما عن هذه الزيارة وأيضا القرارات والتعليمات اللي كانت في الميدان بطبيعة الحال بمرافقتكم مدامكم المسؤول الأول بولاية سعيدة. تفضل السيد والي الولاية. شكرا. يعني بالفعل يعني السيد المستشار المكلف بمناطق الظل، مستشار سيد رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، كان قام يعني بزيارة إلى ولاية سعيدة، وهذه الزيارة هذه كانت يعني زيارة تاع 3 أيام، وإن كنا يعني قمنا بزيارة كل المناطق تقريبا المحصاة عبر كامل تراب الولاية، وشاف يعني تفقد المشاريع اللي فيه كانت في طور الإنجاز، وشاف بعض المشاريع التي كانت يعني كنا انتهينا من الإنجاز نتاعها، وقمنا باطلاع كذلك على المشاريع المبرمجة والتي لم يتم الانطلاق فيها. كما كان للسيد المستشار كذلك يعني فرصة للقاء المواطنين والمواطنات بمختلف هذه المناطق والتحدث معهم وكذلك شرحهم، وتقدم بشرح للمواطنين والمواطنات بأهداف هذا البرنامج هذا اللي رانا نعمل على تجسيده على أرضية الواقع. وبطبيعة الحال فالسيد المستشار بعد اطلاعه على كامل يعني البرامج التي كانت في طور الإنجاز، وكذلك اطلاعه على يعني الأموال التي تم يعني تخصيصها لهذه المشاريع، خاصة يعني المبلغ التي تم تخصيصه من طرف الولاية وهو 4 مليار دينار، 400 مليار سنتيم، يعني اللي تم استرجاعه من يعني دونك لي روليكاسيو رابي دي ديفيرونت بروغرام، كما قلت يعني كان فيه الاف سي سي ال، كان فيه كذلك البي سي دي، وكان فيه كذلك برنامج يعني البرامج الممولة من طرف الولاية. فيعني كان يعني عبر عن ارتياحه الكبير أولا قبل كل شيء للوتيرة اللي كانت تمشي بها المشاريع هذه، ولكذلك الأموال اللي تم يعني تخصيصها من أجل تجسيد هذه المشاريع هذه واللي كانت يعني في طور الإنجاز. كما يعني طمأن المواطنين والمواطنات على أن الدولة ستتكفل بالبرامج التي لم تنطلق والتي لا يوجد لها تمويل، وقال بلي باش أن الدولة التزمت وستخصص الأموال اللازمة من أجل تجسيد هذه البرامج مع بداية سنة 2021. وبالفعل هذا الشيء اللي راح نلاحظه فيه، ف50 مليار دينار خصصت في ميزانية 2021 لتجسيد هذه البرامج، كما توجه إلينا كذلك بمجموعة من التوجيهات. فطلب منا أول قبل كل شيء الانتهاء من كل يعني المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والأمر الثاني كذلك هو يعني الانتهاء كذلك من الدراسات بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق، يعني باش نوجدوا الدراسة نتاعها لما تكون فيه يعني التمويل ننطلق مباشرة في تجسيد المشروع. وكذلك الأمر المهم والمهم جدا وهو يعني التشاور ومع المواطنين والمواطنات قبل العمل على تجسيد هذه المشاريع، يعني لازم نشوفوا مع المواطن يعني واش هي الإسباقية. نعم. إذا كان مثلا فيه المواطنين طلبوا الغاز وطلبوا الغاز وطلبوا الماء الشاروب وطلبوا مثلا الصرف الصحي وطلبوا المدرسة، 4 مشاريع، ونحن لا نملك التمويل لأربع مشاريع بل نملك التمويل لمشروع واحد، فوجب علينا مع أن نتخذ الإسباقية مع المواطن، إشراك المواطن في اختيار. نعم. في القرارات وفي اختيار الإسباقية في تجسيد المشاريع، لأنه في غالبية الأحيان أنت لما تروح لعند المواطن دير له مثلا تقوم بإنجاز الغاز ويقول لك هو الإسباقية بالنسبة لي هو أنك تدير لي قسمين للدراسة، فأنت لما تجيب الغاز
وما تخدمش المدرسة وكأنك لم تنجزي، بالرغم من أن الدولة قامت بمجهود. نعم. ولكن هذا المجهود هذا بالنسبة للمواطن غير مثمر، لأنه لم يشرك. لم يشرك هذا المواطن، ربما ما يكونش فرحان مثل ما يكونش فرحان. نعم. مثل ما يكون يعني جسد له مشروع اللي هو يشوف فيه الأسباقية واللي هو حابه. ولهذا فنحن نعمل بكل ما أتينا من قوة من أجل التقرب من المواطنين والمواطنات، وفي كل مرة يعني تكون لنا خرجة إلا وأن نسهر على أن نتحدث مع المواطنين وأن نستمع إلى انشغالاتهم وأن نستمع إلى آرائهم. وآخرها يعني الأسبوع الماضي، وإن كنت قلت يعني قمت بزيارة إلى مداشر أولاد إبراهيم وتلاقيت مع المواطنين والمواطنات وتحدثت معهم، ويعني حتى فيما يخص المشاريع قالوا شنو هي الأسباقية وماذا تريدون. ولقد يعني أمضينا الكثير من الوقت في التحدث في مثل هكذا أمور، ويعني كانت المطالب نتاع المواطنين والمواطنين كثيرة وكثيرة جدا، ولكن احنا قلنا باللي باش الإمكانات ما تسمحش باش نشسدوا كل شيء، أعطيونا الأسباقيات وسنتكفل بالأسباقيات. يعني ولاحظنا راحة عند المواطنين والمواطنات، يعني ونقول ونزيد نعاود المواطنين لما يعني كانوا قال أعطينا هذه أعطينا هذه، قال ولدي ما نقدروش نمدوا لكم كلش. وأنا لا أريد أن أبيع الأحلام للمواطنين والمواطنات، قلت باللي باش نعطيكم الشيء اللي نقدروا نجسدوه. نعم، تكون ورود حقيقية. نعطيكم الشيء اللي نقدروا نجسدوه، والشيء اللي ما نقدروش نجسدوه حاليا سنعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة منها الإمكانات المادية باش إن شاء الله نحقوه في القريب العاجل. نعم سيد الوالي، آخر زيارة لهذه مناطق الظل كانت بدائرة أولاد إبراهيم، وأكيد الزيارات متواصلة إلى غاية استكمال هذا البرنامج الذي أوصى به رئيس الجمهورية، لقاءات متكررة مع المواطنين، وأكيد تسمع انشغالات المواطنين كما قلت، تقول لهم واش تقدر كمسؤول أول على الولاية تحقيقه، ما تكونش مثل ما قلت ما تبيعش الأحلام سيد الوالي. الآن أيضا تقدر ربما توجه رسالة للمواطنين اللي تلاقيت بهم الآن فرصة أخرى، حتى المواطن خاصة ساكنة مناطق الظل يسمعوا المسؤول أول الولاية سعيدة واش راه يقول لهم في هذه الفترة لتجسيد مختلف البرامج التنموية في هذه المناطق ككلمة أخيرة. ما أتوجه به إلى المواطنين والمواطنات فنقول لهم حاجة، نحن نعمل ليلة نهار ونعمل بالجدية اللازمة من أجل رفع الغبن ومن أجل يعني تجسيد المشاريع التي يطمحون إليها. ولكن الشيء اللي نقوله برك المواطنين، يعني المواطنين ما لازمش يتقلقوا، ففي بعض الأحيان قال باللي باش عندكم مشروع نتاع تزود بالماء الصالح للشرب، أي مشروع إن كان، ويعني تمر الأيام 15-20 يوم في بعض الأحيان حتى شهر أو شهرين وما يشوفوش التجسيد نتاع هذا البرنامج هذا. ونحن ندرك إدراك اليقين أن المواطنين والمواطنات نتاعنا يتقلقوا، وتبدأ يعني الناس تطرح في الأسئلة ويرها المشروع، وهذه ما هي إلا وعود زائفة وكاذبة كسابقتها وإلى غير ذلك. فنحن نقول المواطنين والمواطنات كل المشاريع التي تعهدنا بها مع المواطنين والمواطنات سيتم تجسيدها، فنقول لهم صبر جميل. ففي بعض الأحيان الإجراءات الإدارية تأخذ الوقت يعني لا نتحكم فيه، ففي غالبية الأحيان في مثل هذه تجسيد هذه المشاريع نحن لا نتحكم في الوقت، ففي بعض الأحيان تكون فيه يعني عدم يعني كما يقولوا اللي زابيل دوفر يكون غير مثمر. نعم. يعني الإعلانات على المناقصات تكون غير مثمرة، وهذه تخلق لنا بعض التأخر يعني في تجسيد هذه المشاريع في بعض الأحيان، يعني باش توجد يعني لو كايد شارج وتشوز وديروا لابروباسيون تاعه، وبعد ذلك يعني دير الإعلان على منح الصفقة، وبعد ذلك يعني كاين دي ديلي انكومبريسيبل، يعني ما تقدرش تنقص فيهم، هذوك هما لا اوبليغاتوار، وبعدين يعني حتى تجي الصفقه ويتم المصادقه عليها، بعدين تروح يعني للسياف بور لونغاجمون اكسيتيرا. فالاجراء الاداري هو اجراء يعني في بعض الاحيان يعني ياخذ نوع من الوقت. ف يعني اذا كان المشروع ما انطلقش، حنا قلنا باللي باش فيه مشروع المشروع ما انطلقش، تاكدوا بان المشروع راه في الاجراءات الاداريه، وعند الانتهاء من هذه الاجراءات ستجسد. انا قلت مره لن أخدع ولن أكذب على مواطني ولاية سعيدة، وسأكون صادقا معهم إلى آخر يوم يعني اللي نكون فيه مسؤول في هذه الولاية هذه، ولن أبيع الأحلام لأحد، وسأصارحهم بكل الحقائق وسأقول لهم الحقيقة ما دمت مسؤولا في هذه الولاية.
شكرا جزيلا وفقك الله سيد سعيد سعيود والي ولاية سعيدة. نذكر 461 منطقة ظل محصية بإقليم ولاية سعيدة، 1039 مشروع، أيضا 1224 مليار لتجسيد هذه المشاريع. أجدد لك الشكر سيد سعيد سعيود والي ولاية سعيدة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الفضاء الأثيري الذي خصصناه للحديث عن مختلف المشاريع المبرمجة لساكنة مناطق الظل. تقبلوا تحية عبد الرحمن بختاوي في الإشراف الفني والخدمات التقنية، هذا رياض محصر يحييكم من أمام الميكروفون، دمتم في رعاية الله وحفظه.